بديت المسيره ديالي التدريبيه في 2010 مع الفولق ديال الاحياء، والحمد لله من 2010 حتى 2014 الحمد لله اكتسبت واحد التجربه اللي في الميدان ديال الاحياء اللي شاركت فيها في الدوريات اقليميه ومحليه، والحمد لله السنه الماضيه الحمد لله تمت المبادره عليا من طرف الاداره ديال فريق رجاء بن قرير اللي كلفوني باش نشرف على الفئات الصغرى ديال الفريق. معجزه كما كيقولوا لي هنا الناس ديال بن قرير سي عبد الخالق الوردي. وهاد السنه المكتب المسير تاع رجاء بن قرير دار فينا الثقه وعطانا فئتي الصغار والفتيان. عبد الخالق كخارج الملعب عنده واحد الطيبوبه، قلب ابيض، انسان ذو اخلاق عاليه، في الملعب كذلك، غير هو كيكون صارم اكثر. انا اشهد على الكلمه اللي غادي نقول بانه هو اصلا تيخدم مع الوليدات من ناحيه صارم، من ناحيه التدريب ما تيبغيش الانفلاتات هكا في لونطريمون، ومنقب كينقب على الوليدات اللي كويريه وكيطعم حتى الفروق هنا المحليه ديال بن قرير.